الميزه المهمه في اعتياد الازيديين انهم موحدون وليسوا وثنيون. يعني الدوله العثمانيه ما خلونا نرتاح لا قبل 1000 سنة ولا اليوم. التركمان يواجهون ازمه وجود. يوم ممطر في أربيل، تحركنا صوب أحد معسكرات النازحين في محيط المدينة. مياه الأمطار الغزيرة أغرقت الطرقات وازدادت معها صعوبة التحرك. الخيام تبدو متواضعة للغاية على عكس ما رأيناه في معسكرات النازحين الأزيديين في دهوك، بشكل ينبئ بأوضاع مزرية تهدد هؤلاء في فصل الشتاء. لم نتمكن من الحصول على تصريح يسمح لنا بالتصوير داخل المعسكر، وتوجب علينا الخروج لنقصد مكانا آخر. في ناحية عنكاوة أحد معاقل المسيحيين الكلدان في أربيل، قصدنا معسكرا آخر أقيم في مركز رياضي. انتظرنا لنأخذ تصريحا بالتصوير. ظروف القاطنين هنا تبدو أفضل بشكل ملحوظ مقارنة بالمعسكر السابق. كل الموجودين هنا من مسيحي نينوى الذين فروا بعد أن اجتاح تنظيم الدولة مناطقهم في شهر حزيران الماضي. تقبلوا التصوير على مضض، أعربوا عن تبرمهم من الكاميرات التي تنهال عليهم كل يوم دون أثر يلحظوه على حياتهم. كل ما كان يعنيهم هو المساعدات. الشيء اللي يقدمه نقطة بالبحر، نقطة بالبحر، نقطة. شرحنا لهم كيف يمكن لكاميراتنا هذه أن تساعد. مرة واحدة يستعملوا يكبوا بالزبالة، احنا ناخذ من الزبالة وخلي فيها مي. النساء على وجه الخصوص كنا يشتكين من المياه التي أغرقت كل شيء لديهم بعد ليلة غزيرة الأمطار. لا فيهم بالبطانية على بسفو الجوع، لا فيهم الأطفال بالبطانية وقاعدين، كل الفراش مالتهم واقعين بالماء، كل الفراش واقعين بالماء. شوف صار الماء واقعين بالماء، يصير هيك وحياة وحياة حكيت ولا يحالة وحكيت الله على بصير هيك، الله يقبلها. الأطفال على الجانب الآخر كان كل ما يعنيهم هو استثمار وجودهم أفضل استثمار في هذا النادي الرياضي الذي خصص لإيوائهم. لم يمر وقت طويل حتى وصل المعسكر وفد كنسي، وبدأت التحضيرات للقداس المسائي داخل المعسكر. ليس ببعيد كانت التحضيرات تجري لقداس أكبر. إنه قداس الأحد المسائي في كنيسة عنكاوة الكلدانية، أعرق كنائس إقليم كردستان. أولى كنائس في التاريخ كانت هي في العراق، يعني المسيحية انتشرت في العراق قبل أن تنتشر في الشام وقبل أن تنتشر في فلسطين. المسيحيون العراقيون هم سكان العراق الأصليين، هم أهل العراق الأصليين.
حتى ان الرومان عندما احتلوا العراق في القرن الثالث يعني او القرن الثاني والقرن الثالث كانت في زمن دقلديانوس. اكبر اضطهاد حصل في التاريخ للمسيحيين كان في زمن دقلديانوس الروماني الوثني قبل ان تصبح روما مسيحيه. ولذلك عند مقوله في العراق يقولون عندما يجدون شيئا باليا قديما يقولون هذا من زمن دقناوز. أراك بنور الصباح الحنون بلون الأزهار فوق الغصون وأسمع صوتك في كل صوب وأصغي إليك بقلب السكون بما صنعته يداك إله أراك إلهي أراك. بالطبع شهدت المسيحية منذ دخولها لبلاد ما بين النهرين في نهاية القرن الأول كثير من حملات الاضطهاد والتقتيل والتهجير، لكن الأعنف كانت هذه المرة، لأنه في كل مرة كان هناك يعني تنقل من الشمال إلى البصرة، من البصرة إلى يعني هذه التنقلات. هالمرة صار عندنا نزوح إلى الداخل وترك كل هذه المدن والقرى، وفي نفس الوقت هجرة إلى الخارج، معناها إفراغ العراق من المسيحيين. يعد الكلدان من أوائل الشعوب التي اعتنقت المسيحية في القرن الأول الميلادي، ويتحدثون اللغة السريانية المنبثقة عن اللغة الآرامية القديمة، وبها ألقى المطران متى وردة أسقف أربيل خطبته في القداس. هذا من خاسه من رفشه عقيدة مسؤولية رفعه يوم دعوات القداس اليوم كانت حول يعني كيف تبقى المسيحية فاعلة، يعني أنه كيف المؤمن يبقى إنسان فاعل كمسيح، يعني أنه يبقى متحمس لمسيحيته مهما كانت الظروف يعني. وهذا هو الأهم، لأنه الكنيسة الأولى هكذا انتشرت يعني على العدد القليل غيرت كل العالم، بحاجة إلى مثل كل المسيحيين العمل على العودة إلى القرى، العودة إلى الديار والاستقرار مرة أخرى في تلك القرى والبدء الحياة من جديد. هناك آلاف الطلبة حرموا من الدراسة، هناك عوائل كثيرة حرمت من فرص العمل، كل المسيحيين الموجودين حرموا من تاريخهم ومن ماضيهم من كتبهم من تراثهم، هي جينوسايد. في حي المنصور بالعاصمة العراقية بغداد تقف كنيسة مار يوسف رمزاً للمسيحيين السوريان الكاثوليك. أعياد الميلاد على الأبواب، ومعها تأتي أعباء إضافية يتحتم على الأب بيوس قاشا راعي الكنيسة القيام بها. كان للسوريان الكاثوليك مؤخراً نصيبهم من عمليات التهجير القسري في أعقاب اجتياح تنظيم الدولة مناطقهم في سهل نينوى. فر الآلاف من ديارهم، واستقر المقام بعشرات الأسر منهم في هذا الدير الملحق بالكنيسة، والذي يخضع الآن للإشراف المباشر من الأب بيوس. هم بلا شك محظوظون مقارنة بنازحين آخرين منهم ومن طوائف أخرى، لا يفصلهم عن برد السماء سوى قماش خيام وأسطح بالية لا تقي الماء ولا تكتم أسرارا. عندما وصلنا كانت هناك حملة صحية لتطعيم أطفال اللاجئين، تجربة مزعجة أضافت بؤساً إضافياً لحياة هؤلاء، ولكنه بؤس لا غنى عنه. فالمسيحية في العراق مرت بفترات مخيفة، والفترة القاسية التي أودت بكثير من أبنائنا أن يتركوا البلد ويهاجروا ما حدث في كارثة سيدة النجاة في 31/10/2010 كانت بداية الكوارث. وإن كانت الحروب التي مرت علينا في الثمانينات أودت بشهداء كثيرين، وإن كانت التفجيرات في بداية التغيير والاحتلال فجرت أمام الكنائس،
لم تكن مخيفة كما حصل لكارثة سيدة النجاة. فالكثير من شعبنا بدأ يهاجر، بدأ يحمل حقائبه، لم يعد يشعر أن الأرض تحبه، لم يعد يشعر أن أصوله في هذا البلد، بظروف ما مرت عليه من المآسي، ولازلنا نحن نقاسي هذه المآسي حتى اليوم بطرق مختلفة وبطرق شتى. الآن هي الديانة الثانية في العراق، لأنه للأسف حوالي نصف مليون المسيحيين الذين كانوا قبل 10 سنوات أكثر من مليون الآن لا يتجاوز 400,000. والمسيحيين العراقيين كانوا أكثر عنصر ساهموا في بناء الثقافة المسيحية، يعني هنالك نمطين من الثقافة، الثقافة المسيحية الشامية والثقافة المسيحية العراقية أو السريانية. العراقيون ساهموا مساهمة فعالة في بناء الأدب وبناء اللاهوتية المسيحية، وهذا يؤكد عمقهم واتساعهم. من المسؤول عنا؟ من يحمينا؟ ماذا سنقول لمستقبل أولادنا؟ أين نحن من الإعراب في حكومتنا ودولتنا ودستورنا؟ هل ينصفنا الدستور؟ أنا أطالب بأن يصلح الدستور ويعاد كتابته ثانية، فقد كتب في زمن كنا فيه في تشنجات هائلة بعد الحرب والاحتلال والسقوط. هنا يقع مقر ديوان وقف الأقليات، وهو الجهة المسؤولة عن رعاية هذه الطوائف ودور عبادتها في العراق كله، وهو إدارة حكومية لها مخصصاتها ضمن الميزانية الفيدرالية للدولة العراقية. وبحكم التطورات الأخيرة اطلع كذلك بمهام في رعاية النازحين رغم اتهامات بالتقصير وجهت إليه. الحكومة الجديدة والدولة العراقية الحديثة اللي حدثت بعد 2003 بصراحة اهتمت بالأقليات الدينية، وذكر اسم الأقليات الدينية في المادة الثانية من الدستور، والاعتراف الرسمي بهذه الأديان من خلال الدستور، والتشكيل هيئة لنا مستقلة نقوم بواجبات، تقديم واجبات للأديان الثلاثة. فدائرتنا هي دائرة رسمية 100%، نقوم بتلبية كافة الطلبات للطوائف. وربما أعاتب ديوان الأوقاف المسيحيين الذي لم يزودني إلا بحصة تساوي 30,000 أو 40,000 دينار، وربما كانت من منظمات أخرى. كنت أتمنى، لحد الآن لم يقض أحد من ديوان بزيارة هذا المركز أو بتفقده. استطعنا أن نحصل 3 مليارات، قمنا بشراء مواد غذائية ومواد كهربائية وتوزيعها على الأديان الثلاثة في كافة مناطق النزوع. وبعد ذلك، بعد انتهاء ونفاذ المبلغ في شهر العاشر، يعني في خلال شهر قمنا بصرف هذا المبلغ، وقدمنا طلبا أخرى، لكن حدثت مشاكل هناك في اللجنة، وتوقفت الأعمال، متوقف الأعمال حاليا. وهناك أيضا كما تعلم يعني شكاوى، الذي لم يستلم يقول بأنني لم أستلم، وهكذا. عدنا لكنيسة مار يوسف في ليلة عيد الميلاد. وقف الأب بيوس يشرف على الترتيبات الأخيرة للقداس، تفاصيل كثيرة عليه أن يتأكد من إتمامها على الوجه الأكمل. هناك أيضا ضيوف رفيع المستوى سيحضرون إلى الكنيسة هذه الليلة. إجراءات قصوى اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين القداس، إجراءات لم يسمح لنا بتصويرها، ولكن ما تأكدنا منه أن المخاوف الأمنية أفضت إلى قرار مؤلم بألا تقرع أجراس الكنيسة في ليلة الميلاد.
مع اقتراب موعد القداس بدأت الكنيسة في الامتلاء وبدأت الطقوس. لم يمض وقت طويل حتى وصل وفد من ممثلي الطوائف الأخرى لمشاركة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد، وفد كان على رأسه عمار الحكيم أحد أبرز رموز الشيعية العراقية. خطبة عيد الميلاد للأب بيوس كانت سياسية بامتياز. في زمن كتب على المسيحيين أن يدفعوا الجزية، في زمن هجرنا من بيوتنا ولا زال الألم يملأ قلوبنا، والغفران سلعة بعناها ولم نشتريها، في زمن تخرجنا كلنا من أكاديمية الرحيل وأخذنا نحمل حقائبنا ونسينا أن الوطن أغلى من الإنسان، وما قيمة الإنسان بدون وطن. وإلى جانب التركمان والأزيديين والمسيحيين، هناك العديد من الطوائف الأخرى في النسيج الاجتماعي العراقي كالصابئة والشبك والأرمن وكذلك الكاكائيين. قرية صوفيا التي تقع على الطريق بين أربيل والموصل هي قرية كاكائية خالصة. إلى جانب الطابع الريفي، ينتمي كل سكان القرية للمكون الكاكائي، ولا يمكن للعين أن تخطئ رجال القرية بلباسهم الكردي التقليدي وشاربهم الكثيف. أينما ذهبنا استقبلنا النازحون، وكان لهذه القرية نصيبها من النازحين الفارين من تنظيم الدولة، وتحديداً من قرية الحمدانية بنواحي الموصل. الكائكائية جزء من علي اللهية، وهم ناس تطرفوا في حب الإمام علي عليه السلام، ولذلك هم ليس لديهم كتاب، وأيضا هم ليس لديهم مساجد، هم لديهم تكايا لا يعرف عددهم الآن كم. بعض القرى الآن موجودة، يعني 1928 قيل أنهم 20,000، بعض يقول الآن، من بعض الكاكائية يقول نحن الآن 200,000، بسبب الاضطهاد الذي تعرض له الكاكائية واتهامهم بأنهم مغولات ويعبدون الإمام علي، تعرضوا للاضطهاد بشكل كبير جدا أثناء الحكم العثماني، ولذلك أخفوا، لذلك الكائي لا يقول أنا كائكائي. الآن بدأ الكائكائية يقولون، وظهرت منهم شخصيات من ضمنهم فلك الدين كائكائي وزير الثقافة السابق في كردستان. ليزا كاكائي هي ابنة السياسي الكردي فلك الدين كاكائي، وهي تدير مشروعا لتوفير الدعم والمساعدات لأهل القرية والنازحين على السواء. ليزا تعد الآن أحد أبرز الوجوه السياسية في المجتمع الكاكائي ومن أبرز الناشطات في إقليم كردستان. هذه القرية واحدة من القرى الكاكائية المحيطة بمدينة إربيل، ويسكنها 3500 شخص، وللأسف بعد هجمات داعش كانت الكيانات الكاكائية إحدى الكيانات التي تضررت، سلبوا أراضيهم وبيوتهم، ووصل إلى هنا 250 عائلة كاكائية من النازحين. أهل القرية هنا فتحوا لهم الأبواب، وهذه هي إحدى طبائعهم، وهناك آخرون سكنوا المباني العامة والمباني التي لا تزال تحت الإنشاء. تمكننا من الوصول إلى 1000 أسرة كأكائية، ووفرنا لها الخيام والمواد الغذائية والحليب للأطفال، كما تمكننا من إيجاد فرص عمل 100 شاب كأكائي، لكن للأسف تظل مشكلة توفير خدمة تعليمية للأطفال قائمة، ولكننا سنواصل الجهود. يعني أوزاعهم كثير يعني. مام شهاب يسكن صوفيا منذ بضعة أشهر،
وهو أحد النازحين من الحمدانية. ومام في الثقافة الكاكائية تعني باللغة الكردية الشيخ أو الشخص المحترم، وهو لقب اكتسبه كونه رجلا مسنا حظي بمكانة اجتماعية في المجتمع الكاكائي قبل أن يفر بدوره أمام زحف داعش. ولا أشعر بفخر أني كاكي، أفتخر بأنه كاكي، يعني لي الشرف دي لي، لأنه أنا عايش بمحيطه وبين عشيرتي وبين قرايبي وبين أهلي، ولو إحنا العراقيين كنا أخوة ماكو فرق. ولو هسا جت هالأزمة هاي صارت تفرقة، هذا عربي وهذا كردي وهذا مسلم وهذا مسيحي، ولا قبل ما كان كل شيء أخو تعيش كله تعيشون يعني عيش ماكو فرق، كنا تعيشون عيشة أخوية. أنا العراقي، إحنا بحرب إيران، أنا كنت عسكري بحرب إيران، كنت أروح الجندي كان من أهل الموصل يروح يحارب بالبصرة، بالبصرة يحارب ماكو فرق، من أربيل يروح يحارب بالعمارة، أبو العمارة يجي يحارب بالشمال، ما كان أقول هذا منطقتك وهذا مو منطقتك، هذا كردي وهذا عربي وهذا مسيحي وهذا يزيدي، ماكو. كنا عراقيين ابن آدم وحواء، كنا إنسان، كنا بشر، البشر كله ابن آدم وحواء، كل البشرية كلها أخوة من أصل واحد من آدم وحواء، ماكو فرق. العراق محتاج الأمان. هسا أنت، هسا إحنا نام بيتنا وما متأملين، كل مدة تجينا قذيفة منك، ما أقول قذيفة هاوة تيجي تقعد تقع بالقرية أو بطرف القرية. هنا أدركنا أنه لا يفصلنا عن مواقع داعش سوى كيلومترات قليلة، وتوجب علينا الرحيل بأسرع وقت، ولكن لم أكن لأغادر قبل أن أسأله عن الشوارب. هذا شارب اللي احنا نربيه، الشارب هذا، هذا مثل نيشان، احنا يفرقنا عن غير عشائر، هاي النشان، هاي احنا معروفين بهالشوارب، هذا احنا الكاكيه معروفين بالشوارب، احنا الكاكيه ماكو، كل الكاكيه بكل مناطق العراق احنا معروفين بالشوارب، هاي شواربنا مثل نشان لنا هيك. انتهت الزياره بسلام وغادرنا القريه عائدين الى اربيل. لمسنا في أربيل كيف انعكست أجواء الاستقرار النسبي مقارنة ببغداد على تعايش المكونات العراقية المختلفة مع بعضها البعض، في مزيج عكس إلى حد بعيد جوا من التسامح استوعبت فيه القومية الكردية الطاغية العقائد والإثنيات الأصغر. جو شجع ممثل المكونات الأصغر على عقد هذا المؤتمر للبحث في معايير حماية حقوق الأقليات بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية. ومن بين الآليات التي طرحت على طاولة البحث مشروع قانون سيعرض على برلمان كردستان. الذي تحتاجه المكونات العراقية في هذه اللحظة هو حمايتها وحماية إرثها وتاريخها وتراثها الحضاري، ووضع حد لمعاناتها المستمرة في الهجرة والاضطهاد والاستهداف المستمر والإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيدية والمسيحيون وبقية المكونات في سهل نينوى وغرب الموصل. العراق يحتاج إلى شيء واحد فقط، يحتاج إلى رخاء اقتصادي، ولهذا نلاحظ أن العراقيين كانوا أمة واحدة في زمن الرخاء الاقتصادي، لم يكن هناك جيشا لطائفة أغار على طائفة أخرى إطلاقا لم تحصل، وبالتالي التعايش صنو العراق. لماذا؟ لأن العراق أرض خير ونماء ورخاء، وبالتالي هذه الأرض تكفي الجميع. هذا التنويع وهذا الاختلاف الذي تراه أساسا الحياة تتكون من خلال الاختلاف، أنا أظن هو سبب رئيسي أن يجعل العراق هو باني الحضارة الأولى. كل الأرض لديها حوالي 14 حضارة قامت، العراق لوحده 7 حضارات، يعني نصف حضارات العراق الأساسية والأصلية كانت في العراق. السبب يكون بسبب هذا التنويع، ولذلك عندما نتحدث عن هذا التنويع نحن نتحدث عن مكونات حضارة، عن مكونات إبداع.
ويظل السؤال حول ما إذا كان إقرار القوانين والمواد الدستورية كافياً لضمان حقوق الأقليات وهذه المكونات المتفردة في العراق والتي تصارع حالياً من أجل الحياة، أم أن الأمر يتطلب ثورة في الفكر والثقافات والعادات ومناهج التعليم؟ أما تحديات الوضع الراهن على الأرض والخطر الذي يمثله تنظيم الدولة في العراق فتطرح سؤالاً أهم، وهو أين سيكون هؤلاء في العام المقبل؟ شريف الشريف، سكاي نيوز عربي.